تعالى عشان نعمل موضوع الوميض ده. الوميض ده انا عملته بحركة جوه الشكل ده. هنعمل ايه؟ هنروح للاير نيو سوليد ونسمي دي روتيتور. روتيتور نيجي بعد كده نروح للسفير، دبل كليك نعمل دايرة ونعمل ده هنسميه اوتر، دوبليكيت للاوتر ده هنسميه انر، نخلي ده سبتراكت من ده فيقطعه، ونيجي ام 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 ونيجي للاكسبانجن نقلل ده شويه ونقلل ده كمان شويه لغايه ما ادخلها جوه السفير كده بالمنظر ده. عايز بقى ان انا اخليها زي نص دايره كده، هاجي على الروتيتور بالبنتول وعلى المركز هنا كده وارسم شكل عشوائي، هما بس اربع خمس نقط كفايه قوي. طبعا هو المفروض هو اد، لا انا هخليه هو كمان سبتراكت. يبقى بالمنظر ده اقدر ان انا امسك دي كده اتحكم في النص دايره بتاعي زي ما انا عايز بالمنظر اللي انا شايفه. طبعا دول انا بس عملتهم عشان يظبطوا الشكل، لو انت مثلا جيت عملت كده خلاص ممكن تطلع دي بره تجيبها كده، يعني تعمل اللي انت عايزه. طبعا انا هخليها كده، اخد دي كده. طبعا ممكن احط سنة فيدر خفيف قوي قوي، لان لو عملته هيأثر جامد على البارتكل. ممكن اجي اكسبانجن اتنين من عشرة بالشكل ده كده، بالشكل ده. ممكن اعمل كنترول دي اس كبر السكيل او صغره حبة كده، ار واعمل لها روتيت، تمام بالشكل ده كده. عشان بقى الحركة اللي عاملة زي الفلويد دي جاية من دوران دول، هضغط ار كنترول او الت كليك واقول له ويجل مثلا ولتكن 10.90 درجة. بصوا كده ايه اللي هيحصل، هي دي اللي عملت الشكل بتاع الفلويد اللي احنا شفناه. نفس ده كنترول سي على دي الت كليك كنترول في، بس هخليها مثلا ولتكن 180 وتكون اهدى شوية عشان ندي راندومايزيشن في الحركة، تمام بالمنظر ده كده. تمام. ممكن نيجي على البوكس ده واحط اد ويجل باثز. بصوا الويجل باثز هيعمل شكل، هيعمل لك شكل زي النار. يعني بص الويجل باث، لو انا جيت فتحت ويجل باثز وجيت قلت له السايز قللته شويه عشان بس ما يبقاش الشكل عالي قوي، الديتيلز ازودها شويه، البوينت سموز ممكن اعلي كده فيديني شكل بالشكل. شايف هو لوحده عمل شكل ناري. راندوم سيد ممكن اعليها شويه بحيث يعمل راندومايزيشن من كل واحده والتانيه. نفس القصه ممكن اضيفها على السفير، لكن انا على السفير هحط اوباسيتي واقول له ويجل للاوباسيتي اقول له 10.50 بالشكل ده. هلاقي المنظر ده كده كفاية عليكم كده، لحسن لو كملت هنتوه من بعض. نقفل البارتكل خلاص. عايز بقى اخد القصة دي تبقى بارتكلز مكان السفير، هاخد بارتكل احطها تحت واقفلها مش عايزها. اروح لبارتكلر عندي بعد كده في البارتكل تايب. على فكرة البارتكل تايب هيلعب دور كبير قوي في الموضوع بتاعنا ده. طبعا انا هاخد البارتكل تايب هقول له سبرايت، لكن في تيكتشر هقول له اخد
البارتكل بتاعتي اظن شفتوا الشكل هيبقى عامل ازاي. شفتوا منظرها عامل ازاي؟ بس هو منظرها عامل كأنه واخد كارنت تايم، واخد الوقت اللي انا واقف عليه 2:14. لكن لو انا جيت قلبت بين دول هاخد اشكال كتير قوي. بس خليك على اللي فيهم كليب، لان لو ما خدتش اللي فيهم كليب مش هياخد الحركه بتاعتك، تمام؟ فهاخد مثلا اقول له سبليت كليب لوب، يعني خد لي كل فريم مره، ودي اللي هتعمل لي الشكل. شفته؟ شفت البارتكلز جت عامله ازاي؟ خلاص جت بنفس الحركه بتاعتها اللي انتوا شايفينها، عشان كده عملت الفلويد اللي انتوا شفتوه. طيب لو انا رحت كمان زودت عدد الكليبس، يبقى انا هزود عدد اللقطات، تمام؟ طبعا ممكن اقول نمبر اوف كليبس ولتكن، طبعا هو بيزود بالاتنين من عشر، لا انا اقول له خدهم لي كلهم، اقول له 50، تمام؟ هقول له في سبليت كليب لوب، في سبليت كليب ستريتش، بس ستريتش ده هيمط الفريم، لا انا عايزه لوب، في بلاي وانس، لا انا عايزه لوب عشان يشغلهم لي كلهم، راندوم سيد ممكن ازوده فيديني زي راندومايزيشن. عندي بعد كده بقى في البارتكل سايز، طبعا ممكن اكبر السايز بتاع كل بارتكل، بس انا والله هخليها كده شكلها حلو، وازود العدد مش قوي. طالما كبرت السايز يعني خليك على قدك في العدد شويه، طبعا الاوباسيتي تقل، ما تبقاش بالمنظر ده خلاص، او تروح تقللها هناك في البارتكلز خلاص. فانا هخلي الاوباسيتي ولتكن 30%، وازود البارتكلز شويه بالشكل ده كده. طبعا هو مش باين في حاجه، بس انا عايز اروح ل ادجستمنت لير، ادجستمنت لير، تمام، وعايز احط الادجستمنت دي على البارتكلز مش فوقها عشان الكاميرا، وهحط هيو ساتوريشن، اقول له كالرايز، تمام. طبعا البارتكلز دي هو واخد اللايت انتنسيتي وانه مش عارف النورمال والكلام ده كله، هو واخدها من اللايت، واخد اللون من اللايت انتنسيتي. طيب نروح لكالرايز، عمالين نزودها ما بيديش حاجه. ما هو مش هيدي حاجه فعلا، لان هو ما فيش باك جراوند ورا البارتكلز. طيب نروح لسوليد واقول له بي جي، مجرد باك جراوند بس سودا، نحطها ورا البارتكلز كده هنلاقيه يلون البارتكلز. طيب تعالوا نروح على فكره اللي عامل الحاجات اللي شبه الدخان دي، الويجل، الويجل باسز، لو انت مش حاببها شيله، يعني لو انت رحت كده وجيت هو راح فين؟ ايوه ده، لو انا خليته صفر وجيت كده مش هلاقي الحاجات اللي شبه الدخان دي، بس ازود البارتكلز حبه عشان تمسك في بعضها. ممكن اروح هنا واخلي الديتيلز قليلة، واخلي ده بواحد بس مش اكتر، تمام، فيديني القصة دي. ارجع للادجستمنت مرة تانية وارفع الساتوريشن شوية، ودي اخليها مثلا بتاع 37 على فكرة، اللي هو من 37 لتسعة وتلاتين اللي هو اللون البرتقاني. ممكن ازود الساتوريشن حبة بالمنظر ده كده، بس البارتكلز الاوباستي بتاعتها عالية قوي، تمام، خليها 10، تمام. وهروح بعد كده احط جلو، ممكن ما تحطش جلو، ممكن تحط لايت بيرست. هو راح فين؟ لايت 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 بي، هو لايت بيرست. لايت بيرست على فكره هو شبه الشاين، شبه الشاين، بس انا هقلل
الريلينكس حبة كده، ممكن الانتنستي بقى هو اللي يعلى شوية بالمنظر ده كده. يعني ممكن تعمل بالشكل ده. طبعا في عندك ستريت، في عندك سنتر، حسب اللي انت عايزه. مش عايز تستخدم اللايت بيرست مفيش مشاكل، ما تستخدموش، وروح استخدم الجلو. يعني الجلو هو هيفيدني في الحتة اللي فيها كيرفات دي. لو انا خدت الجلو حطيته، هو انا خدت ايه ده ستار جلو، لو انا خدت الجلو حطيته على الادجستمنت تمام، ورحت جاي مزود ثريشهولد، ومزود الراديوس حبه بالمنظر ده، وجينا بقى نجرب نعمل ريندر نشوف الدنيا هتمشي. ازاي هنلاقيها مشيت زي ما احنا كنا عايزين بالظبط، ويمكن احسن. تمام، في حاجه عايز اعملها، انا عايز اوقف هنا كده، وعايز اروح لبارتيكولر، ازود البارتيكلز اخليها مثلا 700 تمام، فالإفكت يزيد. وهنا عايز اخلي ده، عايز اشيل وجه الباصص اصلا مش عايزه تمام بالمنظر ده كده. في بقى حاجة كمان احلى من كده، ان انا ممكن اعمل ايه، ممكن ان انا اروح لبوكسز والسفير، للبوكسز والسفير الاثنين، بس هو في اختلاف في البوزيشن. فلو انا قلت بي بي خلاص، وخدت دي 50 وخدت دي 50 كده، يبقى مفيش اختلاف في البوزيشن. ليه؟ لان انا هقوم رايح على البوكسز واربطها بالسفير، واخلي السفير تعمل روتيشن خلاص. بدل ما اعمل كي فريمز، تعالوا نعمل الت كليك واقول لها تايم في 300 كده بقى. قلدت بس كتير سريعه قوي، فانا هخليها تايم في 200 تبقى بالشكل ده، وعشان تبان اكتر هخليها تايم في 100 بالمنظر ده كده. لو رجعت هنا بقى هلاقي حاجة تانية خالص، هروح كده واعمل زيرو، وشوفوا بقى الشكل هيبقى عامل ازاي، نفس اللي انتوا شفتوه في البريفيو بالظبط. اوقف وارجع لكم تاني. طبعا نشوف كده ظروفها ايه او ماشيه ازاي. طبعا الشكل مختلف شويه عما انا عملت، يعني انا حاولت اغير حبتين. نبص كده، طبعا زي ما احنا شايفين الجسم بتاعه نفسه فيه فلودنج. فاضل حاجه واحده بس، ان انا عاوز اشغل الفيزيكس شويه. لو انا رحت البارتكلز ورحت فيزيكس اير تيربولنت فيلد خلاص، واقول له افكت بوزيشن، شويه تغيير في البوزيشن بالشكل ده كده هيفرق معايا جامد. لو انا قللت في السكيل عشان تبقى فيه سموزنس شويه، وبدات اخد الشكل اهو. لو انا رحت كمان اشتغلت على، هو فين الويند؟ رحت اشتغلت على الويند، عايز ازقها بعيد عن الكاميرا شويه، عايز اعمل فلودنج تبقى حاجه كده، خليها واي تطلع لفوق تبقى قدام الكاميرا كده ماشي. اكس ممكن توديها يمين شويه.
لو انا جيت اعمل زيرو عشان نشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي او منظرها ايه. زيرو طبعا عدد البارتكل كتير، 1200 بارتكل، وكل بارتكل حجمها تقريبا 8 او 9 على ما افتكر، ف كتير. بصوا كده بقى الشكل بقى عامل ازاي، اصبح اكتر واقعي. بالمناسبة الاسترايك ده انا كنت شفته في رمضان اللي فات، كان في اعلان تقريبا سخان يونيفرسال حاجة زي كده يعني، او شركة يونيفرسال على ما افتكر، تمام. بس هو ما كانش كده بالظبط، هو كان انا ما دققتش فيه قوي، بس كانت الكاستم بارتكل بتاعه كانت جميله جدا، تقريبا كانت معموله بالشيبس. فنحاول نعمل لها ريكرييشن ان شاء الله، بس يا رب الاقي الفاصل ده على يوتيوب، او الاعلان ده الاقيه على يوتيوب شويه كده، واقوم جاي قافل واوريكم الريندر النهائي بتاعها شكله عامل ازاي. نشوف كده الريندر النهائي بالشكل. زي ما احنا شايفين جميل قوي. تعالوا نزود حاجة بسيطة، نزود حاجة بسيطة. طبعا ضغطت اسكيب عملت توب، لكن انا عايز اجيبه للكاميرا تاني. خلونا هنا كده. اخر حاجة عايز ازودها ودي ما عملتهاش في اللي انتوا شفتوه، ان انا اشتغل على الروتيشن، ان انا اشتغل على الروتيشن. الروتيشن اللي هو في التكتشر، لو انا مثلا عملت روتيت زد، حاولت اعمل روتيشن على الزد، وجيت قلت له راندوم روتيشن عشان اخد شكل، شفت الشكل بقى عامل ازاي، وقلت له راندوم سبيد على الزد، واقول له راندوم سبيد روتيت، ما نعليش فيها قوي، دي عاليه قوي، وبس على كده. ونشوف الشكل دلوقتي بقى هيبقى عامل ازاي، بشكل مختلف خالص عن اللي احنا كنا شغالين عليه من شويه. اصلا هو باين من هنا اهو في النص كمان بدا يبقى فيه روتيشن، وللبارتكلز نفسها اساسا هنا بدا يبقى فيها روتيشن، واخد الشكل اللي انا عايزه. طبعا انا كده بعدت كل البعد عن التدريب الاصلي، وان يكن في نفس الرينج، لكن انا صعبته شوية او خليته اكثر تقدما شوية، يعني بحيث يبقى فيه معلومات اكتر بكتير جدا من الاصلي. طبعا الفرق، كل الفرق في الكاستم بارتكل، بس كل ما في الموضوع انت هتعملها زي الاصلي، هتعمل ماسك في النص زي العمود كده، واتنين جنبه، وكام دايره فوق وتحته، خلاص الموضوع خلص على كده. ليك الحريه تعمل اصلي او تعمل ده، مفيش اي مشاكل. اشوفكم في محاضرة جاية. كان معاكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض من فريق عمل GFX Academy.net. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.